النتائج اللي رانا عايشينها تاع هذا التواجد تاع هذا الحداثه اللي بدات تدخل في المجتمع الجزائري. ومن جهه اخرى وبطريقه ربما معاكسه، راح بالك نطرح عدد من الانتقادات لما يعرف بالحداثه. يعني نحن حاملين مشروع باش ندخل في هذه الحداثه، ولكن وهذا اللي جا منه السؤال، يعني اي حداثه؟ هل كل حداثه تلائم ونقدر نتكيف معها، ام هنالك اشكال اخر؟ هل الحداثه هذه مغامره، والمغامره ربما معها مخاطر، واحنا لازم نشوف هذه المخاطر، لان الامور ماهيش سهله. يعني ما نقدروش نفكروا انه في الغرب، ونظن كل الاخوان يعرفوا الغرب، وانا متفق مع الاستاذ في نور الدين عندما يقول في نهايه الامر الحضاره الغربيه هي اللي اخذت اسم الحداثه، ما يعنيش ان كل الانسانيه توصل لهذه الحضاره. بمعنى تعرفوا كتاب فوكوياما عندما يقول يعني لا فان دو ليستواغ لو ديرني روم، يعني ما كاين الا الحضاره الغربيه اللي رايحه هي تهيمن تماما على العالم باسره، وتفرض كل القواعد اللعبه نتاع الغرب. باش يعني شويه بالك ندخلوا في الموضوع، ناخذ واحد مقال صغير تاع واحد جزائري من اصل جزائري، ربما تعرفوه، بيير رابحي. ان الذين بنوا عالم اليوم بنوه مستلهمين من عقلانيه بلا روح، فهو خال من اي شاعريه ويبعث على الملل والاحباط. نشوفوا اليوم عدد من المجتمعات الغربيه كيفاش صحيح حلوا المشاكل الماديه عموما بدون ما ندخلوا في اليوم واش راه يجري، ولكن جابوا كذلك مشاكل اللي ما كانش عندهم في السابق. واش تعرفوا يعني عدد الناس اللي ينتحروا، عدد الناس اللي عندهم عيشه صعبه الى اخره.